وإلى بشائر الخير والرحمة، حيث تواصل هطول الأمطار الغزيرة على كافة إمارات الدولة منذ يوم أمس بشكل شبه متواصل وبغزارة عالية، وسجلت معدلات الأمطار أرقاما قياسية لم تسجل منذ العام 1996، وشهدت أغلب الأودية جريانا كبيرا، وامتلأت السدود بكميات كبيرة من الأمطار، وسجلت درجات الحرارة انخفاضا كبيرا، وسقطت على إثرها معدلات كبيرة من حبات البرد تركزت في الشارقة وعجمان وفي عدد من المناطق الجبلية المرتفعة كجبل جيس، وسجل منخفض العشرين معدلات كبيرة في كميات الأمطار. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد صحوا إلى غائم جزئيا، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة نهارا. والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة صباحا على البحر، تصبح معتدلة السرعة بعد الظهر. وهذه اللقطات المصاحبة من تصوير مركز العاصفة. نشرتنا متواصلة وفيها مدينة العين هذه الجميلة في مساء ظهورها جعلت عيون الناظرين تحار. الوقت ليل، نعم الوقت ليل، غير أن ضياؤها أوحى لنا أن الزمان نهار. الله الله الله. قزرت ليلي في هوايس والخوالي دخل العوس، جني ربيط في المحابيس عليه ترقب جند محروس. قزرت ليلي في هوايس والخوالي دخل العوس، جني ربيط في المحابيس عليه ترقب جند محروس. يوم يتجول واسم ذعذع في برده، والمطر جانا بفضل الله وخيره، والمطر جانا بفضل الله وخيره. سنة الكشتة والطلعة سنة، واهل البر كل يوم بوسط ديره، والله ان البر ينسي كلمة تعب والمصاعب والهموم المستديرة. أشهد أن البر طب للجروح وعلاج لي حواسيسه كثيرة، وعلاج لي حواسيسه كثيرة. أشهد أن البر مستشفى طبيعي، واشهد ان البر يا ربعي بريرة. فيه ما يطري عليك اللي يغثك، فيه راحة من تلاقيها بغيره. اطلعوا للبر دام العمر سجه. وصلت الباطحة هنيئا مدرسة الامارات، ما شاء الله قوتها تزيد كل ما ياها تزيد، شاردوا العالم ما شاء الله تبارك الرحمن.
الله يجعلها مطار خير. النبي بطح شويبة، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل على النبي. ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، سبحانك يا رب. صباح يوم السبت، اللهم صل وسلم. فجر يوم السبت ما شاء الله، فيضان سد سيجي ما شاء الله، اسمي جارف. آخر مكان لتجمعات مياه الأمطار في سد الشويب، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، من 2016 أيام منخفض العقربي وصل لهذا المكان، وتكرر حاليا 2020 في منخفض العشرين هذا المنظر الرهيب، ما شاء الله تبارك الله، نعمة عظيمة، اللهم لك الحمد والشكر.
شو تصور يا رجال الحين عنا غرقنا. اي والله انها شوف الو شوف هذا شوف باقونا كيف نطلع الحين. ما شاء الله هذه أمطار الخير اليوم 11/1/2020 في مدينة العين عند وادي الهيلتون إلى ما شاء الله. ربنا يجعلها في أمطار خير وبركة على البلاد والعباد إن شاء الله. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. من يقول هذا في العين فرملة العين بعد طمشوا ما شاء الله ازرق البقعة ما شاء الله. هذا المكان اللي انا فيه خلكم منه لكن هذا من يجي من الشعيبة من فلي هزاع من خطم الشكلة من عمان واصل هني المكان اللي أنا فيه الحين وهني مروق ما يتحرك ما في وادي هني خلاص ما البارحة أول بارحة كلها تولفة هني طبعا بعدها واصل أبعد من كذي بس ما أقدر أوصل خلاص.
بحر. لا انتوا فاكرينه بحر؟ لا لا ادوسوا. دول فاكرين نفسهم في البحر. يا نهار الصيد. اقسم بالله فاكرين ان هما في البحر. لا 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 ده مش بحر خالص. لا مش قادرة. ايه ده ايه ده؟ ده انا هلف في الشارع ده 15 مرة. لا 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 اوعى تعطش عليا اني فاتحة الشباك. الله يغرب البليز. هذا هني ما شاء الله. شوف شغلة البقعة. شوف ما شاء الله. والله ما كنت شفنا الوديان هاي جرتني ما شاء الله. ما شاء الله. هاي البقعة ظهر الوادي من الغابة. هني صوب مسيد الشيخ خليفة. هذا ما ترى البقعة مظلمة. مسيد الشيخ خليفة والدوار هذا عند الروضة اللي يودي صوب المزارع وصوب مصنع السماد. وسيف ايش غاد البقعة؟ شوف جبنا لك السيارة هاي ما رمنا لها بديل. واحد عليله هذا انا طايح من غدر في حمود يا ابو سيف. ولا ايه اطلع. لا لا ما شوف الدوار ابو سيف. شوف المسيد مسيد شيخ خليفة والبوابة الروضة هذا عند الدوار كله غده. شوف شوف وين وصل. وين هذا؟ يمكن 2 كيلو من 3 كيلو. حمود هلا. هذا قدامنا وادي 70 واحد داخل كلهم يقولون عبقنا في الوادي ولا تحرق لي في وادي. بيك راعي الشارد. والله راعي الشارد مبونه. شو هذا اخر يوم قاصنك انت وسيارتك؟ والله يطر له بطنه هالمره. ها طر بطنه. راعي الشارد معروف. شارد يعني ايش اللي بالشوارع يا رجال؟ بيتعب في الوادي ترى. يعني الوادي خليه ينزل كان يرفع عضه يا رجال. كنق معروف في الظاهر. اي ظاهر في الظاهر معروف. حتى رابنا الظاهر خطه بيت بيت ما شفته هو ما طلع لي. سكه سكه زنقة زنقة. هذا المكان شارع الشاحنات. بسم الله. هذا مسرع ياي هذا. زين هذا وين حط الشاحنات؟ شفتوا وادي الشعيبة بدون دوار الروضة مسيد الشيخ خليفة. هذا كامل غدر. هذا يري ما بالوادي يري ظهر من الغابة وغدت البقعة بحر هني. شوفونها هيك البقعة هناك الدوار وسيارة ناشبة هناك تري لعودي. الحين طالبين شوفون. شوفونا ما شاء الله. وانت جاي من دوار السماد تبا غرب ويك جسر الشيخ اللي يودي قصر الروضة واليمين شاي يوديك المقام. شوف شو غدا. واللي يوديك سيده صوب المزارع صوب الرماح. منغد منغد نعطيك من قلص احتياط بعد. ايه؟ وين نركب عند من؟ عند الشاحنه. يا هو جاي. ايه عود ما شاء الله. شوفون شو غادي بقع بحار. هذا شمالي لا مش شمالي غربي. غربي وادي الشعيبة. ابو الشيول بس الله الرجال. سيارة.
خبر عن الشيخ زايد عجول الحديد الحديد اللي ما ينشاف من بين الشوارع وما شاء الله وين التريلة بعدين وصلنا كهرباء على مجمع كهرباء خلي يربح الشاوي السيارة برا لاني ما ينكسر الشاول ما يجي هذا ما عليك يلا شوي شوي وصل قريب شوي شوي يقولوا كل ليلة على الشاول وش عقبه الله يسلمنا عندك السلام عليكم. السلام كيف حالك؟ الحمد لله. شوفنا وين واصل؟
ايوه بسرعه بسرعه عشان الجماعه ولا خلينا ترمي من هذول. ها الجماعه ما عليه ما عليه. يلا يا صلاح تقرب تقرب هناك. فاضي فيها ميه فيها ايه؟ تعال صلاح اضرب تعال الصندوق تعال على كذا هنا ترينا وين وصلت. ليش في ما الصندوق؟ لا ليش؟ لا كفى عليك كفى عليك كفى عليك يا كناك ساعد يلا يلا تعال روح ما عقب شروح تعال سرعة سرعة لا تبند علينا الشيول. أيوة أيوة عشان الجماعة دولة والله لأنه مرة طال ما وين وصل وصل فينا إلا الله مسلم. أكو تونة واحدة تونة سيارة بعد جاية من هناك الطرف الثاني هذا شوف من الدفة حلينا جزاك الله خير ابو حمد جزاك الله خير والله خلاص برا روح روح عجل روح تعال ياي تعال ياي صلاح تعال من هنا ايوه ايوه صبر صبر بنيك منك بيجي منك بيجي من داخل ايوه يلا انا بنزل لك هناك انتظر الحمد لله الحمد لله يوم صارته الحمد لله الحمد لله تعال داخل تعال روح نمسكها الحين بنوصل الدوار من الدوار بنرد عشان ننزلهم هناك شوف اللوحات اللوحات ما ينشاف المرة شو قلنا؟ ها؟ الحمد لله على سلامتكم الا ها؟ اروح ما عقبك اروح واي سيارة بعد حمود انتبه على السيارة وين السيارة؟ يمين السيارة قدامك هنا وقف السيارة شوي شوي ها؟ وسيارتكم اخر طرف السياره السياره اقطع قدام يقول بس روح يمين يمين شوي خلي محمود في الصندوق يركبون لا هذا شباب بعد هنا شوي الحمد لله انقذنا الحين واحد اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وباقيين هناك بعد سته وسبعه خلي مكانهم خلي حمود مكانهم امسكوا كويس ما عليه قريب قريب صبر 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 يلا روح 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 يمين يمين روح شوف سيارة قدام روح روح عجل روح ايوه ما يشوف ولاية ما يشوف الرجال ها انتوا خبروه
اقصد. من هذا لا ترى ربعهم الشباب يترجون لنا هناك. وهذا بعد غيرهم هني. ابو حمد حمود لو نوديهم الطرف الثاني تنزلهم خلص علينا وبنروح الطرف الثاني الحين شلينا ثنينا ما علي ما علي ارجع ورا يلا ارجع ورا يسار يسار
بيتكوى داخل يتقبض. بسم الله اقبضه. هذا الاتصال متفجج. هلا نطفي الموتر يوم قلنا لكم الله يهديكم. يا كم من واحد شليناهم. يلا روح 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 سيدة روح روح سيدة. Yemin, yemin, yemin.
فوق ايوه روح 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 العالم يتغيرون وشاكين.